FM. الكلمة ليك. اليوم المجموعة هذه تريد الدخول إلى طرابلس وتريد الدخول إلى أي منطقة في طرابلس. تحب تدخل منطقة معتيقة وخاصة إلى سجن معتيقة اللي هو موجودين فيه القيادات القديمة متاع معناها القذافي، وموجود فيه وهذا هو اللي يهمنا بالنسبة لتونس السجناء متاع داعش ومتاع معناها متاع القاعدة، ويحبوا معناها يتم إطلاق سراحهم، وعندهم فتوى من معناها صدرت من عند معناها صادق الغرياني يقول المجموعات هذه معناها اللي مسجونة في معتيقة، نحكي على داعش وعلى جماعة القاعدة، هما معناها من الثوار ويجب إطلاق سراحهم، وحرام أصل معناها أن يتم الاحتفاظ بهم. يعني أنه مجموعات كبيرة من الدواعش التوانس اللي تم القبض عليهم في سرت، اللي تم القبض عليهم معناها في بعض المناطق الأخرى، سيعمل معناها باش تعمل معناها المجموعه هذه على تحيينهم، بمعنى انه لا فقط التفجير باش يكون في طرابلس وفي معناها المناطق الغربيه، لكن نجم معناها يوصل حتى الحدود التونسيه. كابافان الكلمه ليك.